على المنصورة بأنها عاصمة الطب في مصر. ليه؟ لأنها قبلة لمرضى الكلى ومرضى الكبد اللي بيجولها من كافة أنحاء ومحافظات جمهورية مصر العربية. ليه؟ لأن هنا في المنصورة في أفضل مركز لعلاج الكلى، في أفضل مركز لزراعة الكبد. الحقيقة أنهم مش بس الأفضل على مستوى محافظات مصر، لا، دولت الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، الأفضل في الوطن العربي، وبيأتي العديد من المرضى من الدول العربية طالبين العلاج. الحقيقة أنه النموذجين دولت بالتحديد اللي هم الأفضل واللي ليهم تصنيف عالمي، بنتمنى أنه يبقى نموذج يحتذى به في كل مستشفيات جمهورية مصر العربية. أي نموذج ناجح لازم يكون وراه عقلية كانت عندها هذا الحلم، لازم يكون فيه إدارة قوية، لازم يكون فيه نظام متبع، لازم يكون فيه كفاءات علمية حقيقية تقدر توصل هذا الصرح الطبي إلى هذه المكانة. هنروح دلوقتي كأول حوار لينا وهنقابل الدكتور محمد غنيم، العالم المصري الطبيب الأشهر والأبرز، واحد من أفضل أطباء الكلى في العالم. هنقابله دلوقتي ونسمع منه هذه التجربة، هذه التجربة اللي يجب أن تعمم في كافة الصروح الطبية. تعالوا نشوف هذه التجربة ونسمع كيف كانت قصة النجاح. رغم أن ضيفي مش من مواليد المنصورة، لكن أهل المنصورة بيعشقوه بيعتبروه واحد منهم. وناس كتير يمكن تفتكر أن هو ولد في المنصورة رغم أن هو من مواليد القاهرة، لكن ما قدمه للمنصورة ولمصر ويمكن للعالم أجمع كثير. قدم مركز بيحتذى به، يمكن هو الوحيد على مستوى العالم اللي بيقدم هذه الخدمة وبهذه الدقة وبهذا الشكل، مركز علاج أمراض الكلى. معانا العالم المصري من أشهر وأمر جراحي ذراعة الكلى على مستوى العالم، دكتور محمد غنيم. أهلا وسهلا يا دكتور. متشكر أنتوا يعني شرفتمونا وجيتوا تشوفوا المركز وتجشمكم عبء السفر من القاهرة. أهلا وسهلا. احنا لينا الشرف يا دكتور، واللي شفناه حاجة تفرح قوي، وفي نفس الوقت خلينا نسأل، هو ليه مش كل المستشفيات في مصر كده؟ ولا السؤال ده ما يوجهليش ليه، يعني هو يوجه لجهات أخرى مثلا وزارة الصحة أو خلافه، لكن هو الإمكانية موجودة. طب عكس السؤال، إزاي نخلي كل المستشفيات كده؟ هي مرتبطة بقى بقضية أكبر، هي منظومة الصحة في مصر، يعني منظومة الصحة، ومنظومة الصحة لا تقتصر على المستشفيات فحسب، فيها عناصر كثيرة جدا، فيها عناصر بشرية، الأطباء، أعضاء التمريض، الفنيين، وفي عناصر عضوية زي المستشفيات أو مراكز الطب الأولي أو خلافه، دي مهمة جدا، أهم المستشفيات اللي هو الطب الأولي والطب الوقائي، ده مهم جدا. وبعدين في العنصر الأخرى الأخير والأهم جدا اللي هو الدواء والمستلزمات، اكتمال العناصر الثلاثة دي، العنصر البشري، العنصر العضوي اللي هو مباني ومستشفيات ومراكز الطب الأولي وطب الأسرة، وبعدين المستلزمات والأدوية، ثلاثة دول مع بعض تعمل منظومة كاملة، يعملوا منظومة كاملة بالظبط. المركز وصل لمستوى عالمي. كنت بقول انه اللي يدخل المركز مش ممكن يجي في باله ان ده مركز في الاخر تابع للحكومة، قطاع حكومي. هل ده لانه دكتور غنيم كان صاحب هذه الفكرة اللي تحولت الى حقيقة، ولا ده وراه فريق عمل ومنظومة كبيرة متكاملة؟ لا طبعا هو فريق عمل، احنا كنا محظوظين او عندنا حظ شديد جدا في انشاء هذا المركز، اللي بعد اتفاقية كامب ديفيد انهالت تبرعات وهبات على مصر ومنح وخلافه. احنا كان من حظنا ان احنا يعني الحكومة الهولندية توافق على منحة سخية في الواقع المساهمة في انشاء هذا المركز، وانا بالتالي اقدم الشكر الوفير، ونقدم الشكر الوفير لدافع الضرائب الهولندي، يعني اللي هو عمله ده، لان هم عملوا تصميم واشرفوا على التنفيذ وتجهيز الميكانيكا والكهرباء
والأجهزة الطبية وخلافه، ده مهم جدا. فده مهم، لكن بتكلمي حضرتك عن العلاج الذي يقدم، فريق بقى في دكاترة وفي أعضاء تمريض وفي فنيين. بيعالج قد إيه المركز وبيستقبل قد إيه، وهل بس من مصر ولا من الوطن العربي ومن الشرق الأوسط؟ هو بالدرجة الأولى من مصر وبعض البلدان العربية الفقيرة زي مثلا اليمن أو السودان على وجه الخصوص. هقول لحضرتك ليه يبقى في صعوبة ان يجي حد تاني، يعني لان احنا عندنا قائم انتظار، واخبر حضرتك نمرة اتنين، مفيش الفندقة عندنا مفيش واحد مرافق وحجرة مميزة وخلافه. يعني المرضى سواسية، فبالتالي الاقبال يعني كبير، يعني الاقبال من المصريين بشكل اساسي، وعندنا قوائم انتظار الحقيقة طويلة لعلاج المصري. تمويل المركز ده يا دكتور بيتم ازاي؟ هو مكونين اساسيين، واحد مكون موازنة من الحكومة تمثل تقريبا لغاية دلوقتي حوالي 60% من انفاق المطلوب، و40% من التبرعات والهبات التلقائية. يعني احنا ما بنعملش اعلانات. انتوا ما بتعملوش اعلانات لانه ممنوع، ولا ما بتعملوش اعلانات لان انتوا مش 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 مستعدين تطلعوا اي فلوس من الفلوس اللي بتجيلكوا تبرعات علشان الاعلانات اللي بتقولوا ان المريض اولى بيها؟ لا، يعني كانت لغايه العام الماضي ان ميزانيه الحكومه زائد التبرعات والهبات التلقائيه ماشيانه كويس، فلا حاجه ابدا ان احنا نخرج ونطلب من الناس. ولو حضرتك تلاحظي ان قضيه طلب التبرعات بقى شائع يعني بشكل كبير قوي. كل دي ابحاث؟ ايوه فندم. يعني ما شاء الله، احنا بنتكلم في كام بحث يا دكتور تقريبا؟ اقدر اقول لك لو اديتيني ثانيه يعني اقدر اقول لك، لان حوالي يزيد عن 300 بحث تقريبا. 300 يعني بحث. حضرتك حياتك كلها يعني اللي متابع حضرتك، حضرتك ممكن اقول انك وهبت حياتك كلها لهذه المهنه اللي هي رساله اكتر منها مهنه. وهب الحياه كلمه مش دقيقه شويه حضرتك، لان ليه اهتمامات كتيره. ليه تجربه لما كنت طالب في كليه الطب القصر العيني وطبيب مقيم، وبعدين سافرت بره فشفت يعني ايه الطبيب حينما يصبح عضو هيئه تدريس في جامعه عشان يؤدي الخدمات الثلاثه المطلوبه منه، تعليم الاخرين، علاج المرضى، والبحث العلمي. ده يساوي انه متفرغ، يعني متفرغ يعني لا يعمل خارج اسوار الجامعه. ده التفرغ. ده تصور حضرتك عندك. عندك حاجات تانية جنب ده؟ طبعا. ليه زي يعني ايه بقى؟ ليه اهتمامات سياسيه، ليه اهتمامات في الرياضه، ليه اهتمامات في الثقافه العامه. طب نمسك حاجه واحده. اتفضلي. السياسه، بيقولوا دكتور محمد غنيم ابتعد عن السياسه. حاليا يعني؟ حاليا. ليه؟ ما قبل 2013 في الفترة تقريبا من 2005 ل 2013 يعني كان ليها نشاط سياسي ما يعني. كنت شايف ان مصر محتاجة لتغيير. انتهى هذا النشاط او توج هذا النشاط في رأيي في 25 يناير، بصرف النظر عن رأي الآخرين في 25 يناير. لكن شعارات 25 يناير هي في الواقع تمثل آمال وطموحات هذا الشعب، وتعكس مشاكل الخبز والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه، دي كانت مشاكل للناس. الثورات مش بالضروره بتحقق اهدافها فورا قيام. لو خدنا تاريخ الثورات، لها تاريخ، ده ثورات له تاريخ كده. الثوره الفرنسيه قامت، حصل بعدها ثوره مضاده يعني فتره، وجه نابليون الثالث الثاني. الثوره الروسيه قامت 1907 ما تحققتش الا 1917. لو خدنا ثوره تشيلي مثلا، أليندي جه وبعدين عمل في حد بس يعني. تعتقد ان الناس في مصر كفرت، انه الناس او بعض يعني الناس كفرت 25 كفرت بالثوره سريعا؟ مش ان شويه شباب راحوا صربيا وخدوا فلوس وعملوا مؤامره. الموضوع لا، الموضوع ده فعلا يعني انتفاضة شعبية كبرى.
ثورة عظيمة نبيلة لم تكتمل، يعني لأن اكتمال الثورة أن الذين قاموا بها يتولون مخاليد الحكم. أنا كنت بسأل حضرتك تؤمر. هل لسه ما يزعجك لا انا بس في النقطه بتاعت الثوره لسه مش هسيب النقطه دي فضل. هل بتنزعج انه الناس اللي كانوا مؤمنين بالثوره بتنزعج لما بتسمعهم كفروا بهذه الثوره، نقموا عليها، حنوا لايام مضت شايفينها ان هي سبب في الكثير من مشاكل ودم وشهداء في خلال الخمس سنين اللي فاتوا لما بتسمع ده؟ قلت كلمه في الاول الذين امنوا بالثوره، لا الذين امنوا بالثوره ما زالوا يؤمنون بها وباهدافها. اللي بيثيروا سلبيات في الخمس سنين اللي فاتت دي من تراجع في الاقتصاد او انفلات امني في بعض الاوقات او خلافه، دول بقى اصحاب الثوره المضاده والراغبين يعني في اعاده بعث أنظمة سابقة، لكن هو التاريخ خلاص التاريخ مشي ما بيرجعش لورا. ما قلتليش برضو ليه بطلت تتكلم في السياسة؟ اتفضل. أنا بطلت السياسة بعد ما بطلتش، ليا آرائي كل حاجة لكن ما هياش، لأن في دستور اسمه 2014، الدستور ده نجم عنه مجلس الشعب، فانتقلت الحالة من الحالة الثورية إلى الحالة الدستورية داخل البرلمان، فبقى هي مسؤولية مجلس الشعب بقى انه يشتغل واحنا بس نتفرج عليه ونقول له يعني والله انت عملت كذا وما عملتش كذا. بما اننا بنتكلم على السياسة عند حضرتك صورة مع الرئيس الراحل محمد انور السادات، وكمان صورة مع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، هذا صحيح محتفظ حضرتك بهذه الصور؟ طبعا، لان كل واحدة لها مناسبة وتهمني. طب الاول بس قول لي مناسبه الصوره مع رئيس السادات الاول ايه؟ كنت بعرض عليه تطور هذا المشروع اثناء مراحل تنفيذه. الصوره دي تقريبا سنه يمكن 79 80 وعلى اعتبار يعني، لكن يعني سوف يقوم الرئيس بافتتاحه، ولكن يعني الاقدار لم تسمح يعني استشهد. اما الصوره بتاعت مع رئيس الأسبق رئيس مبارك، الأسبق حسني مبارك، فدي كان أثناء بتسلم جائزة من جوائز الدولة، جائزة تقديرية، لا كان يسموها أعلى شوية، كان يسموها جائزة مبارك، اللي يسموها النيل دلوقتي. ودي يعني كانت من المفروض من أعلى الجوائز اللي بتمنحها الدولة، بتمنحها الدولة المصرية. بس حضرتك كنت ضد، يعني كنت ضد نظام مبارك وكنت في ثورة 25، بس بستلم جايزة. في إيه بعض مشكلة؟ الناس في بعض الناس أخفت كل صورها مع نظام الرئيس مبارك. والله بعد لا أنا مش الموضوع مش عندي كده، أنا بقول والله يا أخوانا يعني أنا حصلت على جائزة ودي صورة بمناسبة هذه الجائزة وليس لها انعكاسات على ميول سياسية بالسلب أو الإيجاب يعني. احنا كنا كل ده بنتكلم في الهوايات، فحضرتك قلت لي عندي هوايات سياسيه وعندي هوايات ثقافيه. ايوه احنا اتكلمنا على السياسيه، ايه الثقافيه؟ ولا هي قراءه، القراءه متنوعه سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، يعني الاثنين فبنقرا كتير علمي يعني. اكتر ولا ادب ولا لا ادب وتاريخ؟ ادب وتاريخ. العلم هنا والقراءة العلمية هنا، لكن القراءة الأدبية والثقافية اللي هي الهواية اللي بتخفف حدة يعني مهنة الطب، مهنة من المهن اللي يعني ساعات بيبقى الواحد محتاج فسحة من الوقت ان هو يقرأ أدب، يشوف فيلم، يشوف مسرحية، يسمع غنوة. مظبوط كده، دي في كل الفكرة المهن كلها اللي بتحتاج. يعني في نوع من نوعين من المعارف، في معرفة رأسية اللي هي في العلم بتاعنا رأسية لازم ننميها كمان باستمرار، لأن كمان العلم بيتطور بسرعة جدا فده مهم، وفي معارف أفقية اللي هي الثقافة. من غير الاتنين دول بيبقى في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة. لأن كمان الثقافة بتخلي للإنسان موقف، العلم المسالك البوليه او العلوم الوضعيه ما بتخليش الانسان موقف بقى، لكن الثقافه بتخلي الانسان موقف. والانسان موقف.
بالنسبة برضو للعلمية، بنتكلم على العلمية، في صورة معاك متصور فيها مع دكتور زويل الله يرحمه، كنتوا أصدقاء. كنا أصدقاء يا فندم، لي الشرف أنني كنت صديق الله يرحمه. دي بالصورة دي كانت فين؟ أعتقد كانت في الجنينة بتاعت أوتيل في القاهرة. في القاهرة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلام، انتظرونا. دايما الدكاترة الكبار او لما يكون مهندس شهير او اعلامي شهير، يعني وصلوا للشهرة الى الحد الكبير قوي، دايما بيكون ابنائهم بيشتغلوا نفس المهنة. يعني الطبيب ابنه بيكون طبيب، المذيع ابنه يطلع مذيع، المهندس ابنه بيكون مهندس. لكن حضرتك كسرت القاعدة دي، ابنائك سهى واحمد بعيدين تماما عن المهنة، ده كان اختيارك ولا اختيارهم؟ هو في تقليد منتشر في مصر، هو تقليد غريب جدا لحتى ذكرتيه، وفي مجالات من الصعب جدا ان يحصل فيها نوع من تأثير الوالد او الوالدين على ابنائهم. فاحنا بنشوفها في الجامعة على وجه الخصوص، في كليات الطب على وجه الأخص، وهو فساد مطلق. نشوفها في كلية الحقوق وأبناء المستشارين اللي هم بقى لهم أولويات في التعيين وهو أيضا فساد. نشوفها حتى في الفنون، طبعا هو الفنون يعني تورق، يعني القدرة على التمثيل يعني، أو القدرة على الغناء، أو القدرة على الأعمال الفنية دي يعني غير قابلة للتوريث، غير قابلة للتوريث. والموضوع ده مش حديث، قديم، وكان الناس اللي بيورثوا بيهاجموا التوريث السياسي، يعني كان عندهم تناقض في الشخصية. بيقوم بالتوريث، هو بيورث لابنه المهنة بس مش عايز حد تاني يعمل كده، وهو على حق في الهجوم على التوريث السياسي، لكن مفيش انسجام في الشخصية، مفيش انسجام. انا اولادي ما جابوش مجموع، طب خلاص هيخش الطب ازاي؟ كان مجموع، ما جابش المجموع خلاص يروح. ودي كانت نعمه عليا وعليه، يعني خرج من نطاق تاثير ابوه واختار طريق واشتغل فيه، وانا بقى كفاني شر سؤال الاخرين. الاساتذه تمر على توصى على اولادها وكده وبتاع جمايل وكده، فيعني ده شيء طيب جدا. دي صوره دي صور الاحلام. بنتي كلهم دول اتعلموا في المنصوره. البنت دخلت كليه الاداب قسم انجليزي، اشتغلت سنتين مدرسه في رياض الاطفال في المنصوره ايضا، بعدين اتجوزت في اسكندريه وبدات ربه منزل. لما يكبروا العيال شويه هتعود لمهنه التدريس ان شاء الله. دي صور الاحفاد. الاحفاد ايوه فندم. أنا عارفة أن حضرتك عندك مبدأ بترفض فكرة المدارس الانترناشنال، المدارس الدولية. هذا صحيح. بيتعلموا في مدارس إيه؟ والله أنا مش مسؤوليتي بقى. لا، هم مدارس مصرية خاصة، يعني بيتعلم المنهج التعليم التعليم الخاص، وزارة مناهج وزارة التربية والتعليم في مدرسة خاصة. ليه ضد المدارس الدولية؟ ضد المدارس الدولية لأن لو حضرتك تشوفي مثلا يفقد الطالبة والطالب هوية معينة، شوفوا بيدرسوا ايه في التاريخ، وبيدرسوا ايه في الجغرافيا، واخد بال حضرتك،
وعدم اهتمام باللغه العربيه، هي ثلاث نقط. طيب طب وليه؟ انا كل حال انا ضد التعليم الخاص في جميع مراحله، الاساسي والجامعي وكله ضده، لانه ده بيعكس الاستقطاب الطبقي في هذا المجتمع والذي يزداد ولا ينحسر. بس في ناس بيبقى ما قدامهاش حل تاني غير ان هي تلجأ للتعليم الخاص، على امل بقى ان شاء الله لغايه ما ينصلح حال التعليم الحكومي. يعني ده سبب من الاسباب يكرر ويعاد، لكن الملحوظ مثلا ان التعليم الخاص استشرى ايضا في التعليم الجامعي. ولازم تعرفي حضرتك ان عدد الجامعات الخاصه في مصر هذا العام زاد عن عدد الجامعات الحكوميه. عدد الجامعات الخاصه 27 والجامعات الحكوميه 24. ليه بقى؟ بيجيب فلوس كتير؟ طبعا من من معروف كده ان احسن استثمار هو في تجاره المخدرات، يعني ده اللي بيجيب كبير. تاني حاجه في التعليم الخاص. بس هو ده كده، مخدرات وسلاح وتعليم خاص. يعني مظبوط. مشكله الجامعات الخاصه غير ان هي زي ما قلت بتعكس الاستقطاب الطبقي، مين اللي بيدرس في الجامعات الخاصه؟ حضرتك اتعلمت في كليه ايه؟ جامعه القاهره اقتصاد وعلوم سياسيه. حلو. مين بيدرس في الجامعه الامريكيه او البريطانيه او الفرنسيه او الالمانيه او خلافه؟ هم اعضاء هيئه التدريس في الجامعات الحكوميه. يعني في استنزاف من لطاقه من الاساتذه، من الناس اللي بعتهم دفع الضرائب للحصول على الدكتوراه في الخارج. يرجع يروح هناك. بال حضرتك دي واحده. طيب نمره اثنين، هل تقوم تلك الجامعات الخاصه باجراء بحوث علميه او الانفاق لاجراء بحوث؟ لا، انا عاوز اكسب. ده البحوث العلميه دي مكلفه جدا، اعملها ليه يعني؟ مفيش داعي. فهل يقومون هم بابتعاث خريجيهم الى الخارج عشان يرجعوا اعضاء تدريس فيها؟ لا، اسهل لي اخد من الجامعات الجاهز. خلاص. فده دي كلها يعني مسالب كبيره جدا. والمشكله الاكبر في الدفعات اللي هتطلع من الكليات العمليه من الجامعات الخاصه. لا، من الجامعات الخاصه، من اطباء. مشكلة. لا، اطباء مهندسين بيدخلوا. يعني المفروض ان الكليات دي في الجامعات الحكوميه بتاخد من المجاميع الكبيره من الطلبه المتفوقين، دلوقتي بالفلوس بيقدروا يدخلوا الجامعات الخاصة وياخدوا نفس الشهادات دي. ياخدوا نفس الشهادات. في حاجة اسمها دمغة التنسيق. دمغة التنسيق اللي بياخد حاجة اسمها دمغة التنسيق، الخريج بتاعه بيحمل بكالوريوس تعترف به الدولة. أنا عاوز أقول لحضرتك أدي إحنا محافظة الدقهلية أهو فيها جامعة إيه؟ المنصورة. حلو؟ فيها ثلاث جامعات خاصة بالإضافة لجامعة المنصورة. واللي بيدرس فيهم اعضاء تدريس في جامعه المنصوره، وتلك الجامعات واخده خاتم التنسيق. بمناسبه جامعه المنصوره، مجلس الجامعه كان يعني حصل اجماع ان هو يطلق على المركز اللي هو مركز علاج امراض الكلى، ان يطلق عليه مركز غنيم لعلاج الكلى، وحضرتك اللي رفضت ليه؟ انا رايي انه فال سيء تطلق الاسماء على الناس اللي بتموت. ربنا يديك توصل. وبعدين بس ده تكريم. معلش ده احنا عمالين نشجع ان الناس تتكرم وتشوف تكريمها وتعيش هذا التكريم. ممكن التكريم بشكل اخر، لكن وانا على فكره انا اخذت كل ما هو يمكن من التكريم في الداخل والخارج في مجال تخصصي، في مجال تخصصي. فموضوع اطلاق الاسم ده من الافضل ان يظل الاسم الذي ولد به المركز. ولد من اصل اسمه مركز امراض الكلى ومسالك البوليه. ويستنى. وما حد هيجي يقول لك والله كان دكتور غنيم له دور، وبعدين جه علي له دور، وليه سين له دور، وبعدين يعني رفضت ان هم يسموا المركز. ملهاش معنى كبير قوي يعني. ملهاش معنى كبير. لو رايي يعني هي اكيد ليها معنى كبير تكريم، لكن يعني انا شايفه انه دايما الناس اللي هي بتبقى يعني محققه حاجه بجد مش محققه حاجه عن طريق ان هي بتتكلم عن نفسها كتير، ما بتبقاش محتاجه لكل الحاجات دي. ما احنا محتاجين طبعا، كل واحد محتاج يعني نوع
التقدير المعنوي. ما ده اديك جيتي مثلا حضرتك، نوع من التقدير يعني، ان ده تقدير ليا يعني حضرتك، يعني مثلا ان الواحد ياخد مثلا يحصل على جوائز الدوله، ما نوع من التكريم، انه يحصل على جوائز من الخارج يعني برضو شيء معنوي جيد. فبالتالي انا مش نادم على التفرغ على الاطلاق. والواحد لو طبعا اعيد تاني السيره يعني لو كان في امكانيه يعني نظريه اكرر هذا مره اخرى وتصورا. وبرضه في المنصوره، في المنصوره اللي كان لها يعني دور كبير في حياتي كمدينه يعني. ان انا جيت هنا بعد ما خلصت تدريب في جامعه القاهره وجيت واشتغلت، لقيت الناس طيبين ومرحبين وبيساعدونا. الارض اللي احنا عليها دي 4.5 فدان ده عطاء من اهل المنصوره، هديه يعني. ساعدونا في فتره بتمويل المكون المحلي في انشاء هذا المركز. يعني انا هم بيحبوني وانا واحنا بيحبوا حضرتك قوي، يعني بينا علاقه كده جيده سواء في مجال الطب او مجال الرياضه او مجالات ثقافه او سياسه او ايوه. كنت بتتابع مباريات كاس افريقيا؟ ايوه فندم. اتفرجت على الماتش الاخير؟ اتفرجت على الماتش الاخير. كان احساسك ايه بعد النتيجه؟ والله احساسي ان يعني ان هم اللاعبين عملوا كل ما هو مطلوب في اطار هذه الدوره. كسبوا 5 ماتشات ونص يعني. كسبوا 5 ماتشات ونص. اتصور ان الجهد العضلي في النصف الثاني من المباراه النهائيه يعني نتيجه الارهاق، فحصل ضغط مستمر على الفرقه انتهى يعني بهذا. لكن اتصور نتيجه ممتازه، وان الفرقه دي في صعود، وان المدرب ده كويس يعني فاهم بيعمل ايه بالظبط في اطار الناس اللي عنده. فان شاء الله يعني يوفقوا يروحوا روسيا ان شاء الله. بتتابع الاعلام ساعات يعني مش دايما، ساعات بتابع الاعلام، وبعدين ساعات بنشوف حاجات كويسه، وساعات بيجي لي احباط كده لما بشوف حاجات معينه. امتى بيجي لحضرتك احباط؟ المسلسلات الكتيره قوي قوي اللي هي وفي حاجات فقدناها في الاعلام، ما وكانت موجوده وللاسف يعني مش عارف ليه اختفت. والاعلام له دوره مش ينزل لثقافه الناس، لا ده يطلع بيهم يعني، لازم مزبوط. يطلع بيهم طبعا. اتصور انا برامج حواريه جاده، برامج كان زمان في فتره الدكتور حسين فوزي، وبعدين الدكتوره رتيبه الحفني كانت بتيجي كل اسبوع بيقدموا برنامج ويحللوا موسيقى كلاسيك مثلا. كان في برامج ثقافيه من نوع ما يعني، من نوع مرتفع شويه. لكن الابتذال في المسلسلات من ناحيه العدد والمواضيع اللي يتناولها المسلسلات ما اتصورش ان هو يعني لطيف يعني. هل لانه الحاله في الشارع يعني ساعتها كانت بتنعكس على اللي بيتقدم في التلفزيون والعكس صحيح، وبالتالي يعني حاله الفوضى اللي موجوده في بعض ما يقدم دلوقتي برضو في الاعلام هل بتعكس برضو حال الشارع؟ لا مش مفروض اللي في حاله من الفوضى. لا الاعلام ما يعكس، الاعلام يرتخي بمفهومته، بيرتخي بالشعب، بيرتخي بالمتلقي. احنا عندنا يعني قنوات كتير قوي، صار انا اكتر من اللازم يعني. لو خدنا انجلترا يعني بدوله كويسه يعني، ما فيها قناتين، الحكومه تمتلك 2، واحده بتدي قنوات عاديه كده بتدي الاخبار وتدي، وفي قناه بي بي سي 2 بتعمل قناه ثقافيه ترتفع شويه فنرجو ان يبقى في، خصوصا عندكم يعني، ان يبقى في بدل ما يبقى في قنوات كتيره قوي، يبقى في قناه او اثنين فيهم اخبار، فيهم حوار، فيهم نقاش في مواضيع مختلفه، فيهم ادب، فيهم سياسه، فيهم موسيقى،
فيهم باليه، كان زمان بيعرضوا باليه، حاجة ترفع مستوى شوية. دكتور غنيم، أنا استمتعت بحواري مع حضرتك جدا، وبشكر حضرتك جدا على الوقت ده، وكل مصري مش بس أهل المنصورة، كل مصر فخورة بأنه في عالم مصري واحد من أشهر وأنجح جراحي زراعة الكلى في العالم أجمع، حصل على العديد من الجوائز مش بس في بلده، في بلده وفي كل الدول اللي عمل بيها. بشكر حضرتك. أنا مشكر حضرتك جيتي، ومشكر الفريق اللي عمل مع حضرتك، أتمنى لكم التوفيق. شكرا يا دكتور.